العظيم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامج حتى لا نجرب على قناه الصحه والجمال، والبرنامج هيكون عن قراء في دوره التلاوه القران الكريم. النهارده بنستضيف هرم من اهرام دوره التلاوه، تعب ان هو يبني نفسه، تعب عشان يكون في القمه، وهو الان على القمه. اتم حفظ القران الكريم وهو في الثمانيه من عمره، وقدر يجمع ما بين العلم والقران، فهو يعلم ما يقرا ويقرا ما يعلم. وان استطعت ان تقول عليه العالم القارئ فلقبك صحيح، وان استطعت ان تقول القارئ العالم فلقبك ايضا صحيح. قدر يجمع ما بين التجويد والترتيل بصوته العذب وخلقه النبيل. نستمع اليه في وسائل المواصلات وفي الاذاعات وفي الفضائيات وفي البيوت. نرحب بفضيله الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطهوتي. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اهلا بيك. اهلا بحضرتك ومحترم، شرفنا ومنورنا في اول حلقات البرنامج. سعيدنا بيك وبالتوفيق ان شاء الله. البدايه حابين نسمع ايه صغيره لافتتاح البرنامج. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طريقة حضرتك فريدة من نوعها، يعني مختلف عن الكل. ازاي قدرت تخلي طريقتك فريدة عن الكل؟ يعني احيانا المواقف الصعبة هي التي تدفعك أن تجدد من نفسك وأن تجعل لنفسك لون وشكل ومضمون وستايل خاص. حين تقدمت للإذاعة أخذت مهلة 6 شهور للتخلص من التقليد. كان لسيدنا الشيخ شحات محمد أنور مأثر فيا، وسيدنا الشيخ محمد الليثي والقراء الكبار دول. فاللجنة قالت أنت خامة كويسة، بس بدل ما تعيش في توب شخص آخر فياريت تعمل لنفسك أسلوب. وهذا هو الأسلوب الذي استطعت من خلال هذه التجربة التي خطوها في إذاعتك الكريم إن أنا ممكن أخذ الفكرة من أسيادنا جميعا، ولكن في النهاية لابد أن يكون تقدمها بإحساسك أنت وبأسلوبك أنت حتى تنسب إليك ولا تنسب إلى الآخرين. بس بجد طريقتك يعني جميلة جدا، بتعرف تمتعنا كويس جدا. السبب في ذلك انك بتحس بالآيات القرآنية. الدراسة الأزهرية، معرفة التفسير، معرفة المعاني القرآنية هي التي جعلتني أستشعر هذه المعاني. وبالتالي قرآن بلا روح أو قرآن بلا إحساس لا يصل إلى القلوب. عايزين نعرف ايه اكتر موقف احزن الدكتور عبد الفتاح الطهوتي. اكتر شيء احزنني، بس بفضل الله تعالى استطعت ان احول هذا الحزن
إلى فرح وانتصار كبير جدا، أنني بعد أن نجحت في إذاعة القرآن الكريم وسجلت نصف ساعة للحكم والتقييم ونجحت فيها، وسجلت 40 ساعة اللي حضرتك هتسمعهم في إذاعة القرآن الكريم أو اللي بيسمعهم الجمهور في إذاعة القرآن، خرج لي قرار فيه تعسف وفيه تعنت أن عبد الفتاح الطاروتي غير صالح لإذاعة القرآن الكريم. غير صالح عشان كان بيقلد أو مؤثر فيك يعني؟ لا، أنا كنت يعني أصغر سن، عمري 28 سنة ونجحت، وكانت إذاعة القرآن الكريم فيها قمم وأهرامات كبيرة طبعا جدا، فإزاي الولد الصغير ده بقى اللي جاي يعني يفطلنا في بين القراء الكبار دول كده، فحبوا إن هم يعني يتخلصوا مني، فقلت لهم يعني أنا لم أدخل لكم من الشباك، إنما دخلت من الباب الشرعي، حافظ للقرآن وأول الجمهورية في حفظ القرآن الكريم، أول الجمهورية في حفظ القرآن الكريم، وعمري 9 سنوات وعمري 10 سنوات، خدت المسابقة 2 سنين تابعة لوزارة الأوقاف، والحمد لله رب العالمين مجود للأحكام ومتقن وأول آخر، فكيف أنني غير صالح؟ فسأثبت لكم في يوم من الأيام ان ده من افضل النماذج اللي موجوده في اذاعه القرآن الكريم. وتم اثبات. والحمد لله رب العالمين. طب ايه اخطر موقف فرحك جدا؟ اديتك طاير كده. يعني الحمد لله حصل اكثر من استفتاء على مدار سنوات متتاليه عبر مواقع الكترونيه والسوشيال ميديا عن افضل قارئ، والحمد لله رب العالمين 3 سنوات متتاليه أحصل على أفضل قارئ في مصر بشهادة الجميع والمشاركين، وطبعا يعني عشرات الآلاف من هذا الموضوع. طبعا بيدخل كل واحد يعطي صوته للقارئ المفضل لديه، فطبعا بعد الحصر طبعا أنت الأفضل. أنا ليس مطلقا، لكن هم كلهم أسيادنا ومشايخنا، أنا أضع نفسي أقلهم قدرا ومنزلة، لكن هم كلهم على عيني ورأسي، أكن للكبير فيهم كل إجلال وتقدير، وللصغير فيهم كل محبة ومودة، وأدعو للجميع بالتوفيق، لأننا كلنا نتنافس في حب القرآن. احنا القرآن ده بيقرب القلوب وبيزيل الضغينة والعداوة والشحناء، فلا يمكن أبدا أنني أكون كارها أو مستكسرا على أي زميل أن يكون موفقا. بالعكس، أنا لما بسمع زميل لي في الفجر أنا اللي بتصل عليه بعد انتهاء الفجر وأقول له أحسنت والله يفتح عليك. كلهم أصدقائي وإخواتي وأحبابي، وتربطنا بهم علاقة فوق ما تتخيل، ليس بيني وبين أي قارئ زميل أي ضغينة، يعني الحب والمودة والتراحم والتشجيع، واللي يقرأ الجمعة أقول الله يفتح عليك. الصغار والكبار. الصغار أولادي، بدليل إن إحنا طبعا مش عايزين نسبق الأحداث، إن أنا تبنتهم جميعا الصغار دول، وأنا فتحت لهم معهد الطاروتي ليكونوا كلهم في هذا المكان، ليكونوا نماذج من الكبار القراء. حياة الدكتور عبد الفتاح الطاروتي اتحولت من الأحلى، من الحلو إلى الأحلى إمتى؟ من الحلو إلى الأحلى بالنسبة لإيه؟ الحياة عموما. الحياة دائما تحلو إذا ما حققت فيها نجاحات غير مسبوقة. لما أنا أعطى الدكتوراه الفخرية من باكستان، لما أكرم في أكبر المؤتمرات الإسلامية العالمية في الهند، لما أعتز بيهم الحاجات دي طبعاً أشياء بتصنع لك نجومية، وإنك مش مجرد قارئ زي بقية القراء، إنما بتأخذ خصوصيات لم تتوفر لغيرك من التكريم، من التقدير، إنك تصبح محكم دولي في المسابقات الدولية داخل مصر وخارج مصر، فده طبعا كلها امتيازات انا بأسجد لله حمدا وشكرا عليها. الحمد لله. طب عاوزين نعرف فكره معهد الطاروتي جات لك ازاي؟ الفكره جاءت حين كثر شباب القراء، اصواتهم جميله، ولكن في استعمال خاطئ للصوت وللقراءه. ربما يظن البعض انك عشان تصل للناس لازم تكون اقوى صوت، لازم تكون اطول نفس،
لازم تبقى مزعج. ده اللي احنا عرفناه. لكن ابدا انا ينقصك الاحساس، ان تهذب احساسك، ان تهذب صوتك، ان تكون قارئ، ان تتميز عن غيرك. فاتينا واقمنا معهد الطاروطي، وهو المعهد الاول في هذا المجال لاعداد القراء والمبتهلين على مستوى مصر والعالم. وطبعا يعني نحن نكن لمعهد الإذاعة والتلفزيون الذي يقوم بهذا الدور كل إجلال وتقدير. لكن احنا عندنا جمعنا كل الخصائص التي تصب في خدمة القارئ. بندرس التجويد، بندرس المقامات الصوتية، بندرس آداب وأخلاقيات وسلوكيات قارئ القرآن. هل نشوف خبر موجودين دلوقتي على الساحة من معهد الطاروطي؟ في ناس كتير جدا التحقت بالإذاعة وهم الآن في مرحلة التسجيلات، وكلهم خرجوا من معهد الطاروطي. ومن قبلها كانت مسابقة الطاروطي للأصوات الحسنة التي أفرزت الكثير من القراء الإذاعيين. وإيمانا منا بدورنا وبرسالتنا في أن القارئ لا يجب أن يبحث عن شهرته وفقط وأن يكون نجم كبير في عالم التلاوة، لكن أهم من ده كله أنك تعلم القرآن، وأنك تمد يدك لمن هم أصغر منك، لتأخذ بأيديهم، لتبقى دولة التلاوة في مصر دائما شامخة ولا ينافسنا فيها أحد. لا ينافسك فيها أحد. تمام. طب الشيخ فتحي الطاروطي، عايزين تكلمنا عن الوالد الشيخ علي رحمة الله عليه، نفسك تقول له إيه؟ والدي يعني ونحن نجلس في هذا المكان، هذا المجمع الإسلامي الذي أكرمني الله ببنائه، أتمنى أن يكون لوالدي فيه نصيب من الثواب. فلولا تحفيظه القرآن لنا ما وفقني الله لإقامة هذا المجمع الإسلامي. الوالد كان عامل إزاي وهو بيحفظك القرآن الكريم؟ والدي كان شيء ما أقدرش أوصفه لك في جملة أو اثنين أو ثلاثة. بمعنى والدي كان خادم مسجد، يعني موظف في الأوقاف بينظف المسجد، وكان دائما يتفاخر بهذه المهنة ويقول أنا كنت إمام وخطيب وهو كان عامل، فيقول لي مهنتي أحسن من مهنتك. فبقول له ليه يابا، ده أنا إمام وإنت عامل يعني؟ قال لي لأن مهنتنا مهنة الأنبياء. مهنة الأنبياء إزاي؟ قال اقرأ في القرآن وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فاللي بينظفوا المساجد دول مهنة الأنبياء. فرحان جدا. ورجل لم يعطى من الدنيا الكثير من المال ومن الأراضي أو لا لا لا، كان محدود الإمكانيات تماما، بسيط جدا. فكان رأس ماله القرآن، فحفظني أنا وشقيق الشيخ محمد الطاروطي الذي هو قارئ إذاعي، الشيخ عبد الله الطاروطي الذي هو إمام وخطيب في دولة الإمارات، وأختي هناء التي هي موجهة للغة العربية بالتربية والتعليم، وأختي الدكتور عزة التي هي طبيبة أسنان، كلهم حفظوا القرآن. وأختي أم السيد لم تتلقى التعليم ولكنها عاشت معنا في رحاب القرآن. فكان يقول خذوا مني ميراثكم. إذا كان الناس بتورث أولادها أراضي وعقارات وفلوس، أنا بورثكم القرآن، وسوف يكون هذا القرآن أعظم ميراث تجنون به خيري الدنيا والآخرة. وهذا ما نحن فيه الآن ببركة القرآن. جدا بيحب القرآن وبيحب يخدم أهل القرآن جدا، حتى أنه لما حفظنا القرآن لم يكتفي بذلك، بل قام بفتح كتاب. فكنت أستيقظ من النوم الساعة 6:30 على أصوات الأولاد اللي بيحفظوا في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أقوم أروح جاي مفزوع أقول له يابا حرام عليك أنا جاي من شغل وعاوز أنام. يقول يا ابني لو مر عليكم في البيت ده يوم لم تقرأوا فيه القرآن فيكفي أن الأولاد دول يقرأوا القرآن في البيت لتبقى بركة القرآن في هذا المكان. وقد كان. طب عاوزين آية تهديها لروح الوالد الله يرحمه. حاضر.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحم كل امواتنا واموات المسلمين اجمعين. طبعا انت السوشيال ميديا علاقتك بيه حلوه؟ بتتفرج تتابع؟ يهم كل نجم في مجاله، نجم سياسي، نجم رياضي، نجم في التمثيل، نجم في الطرب، نجم في القراءة، نجم في الدعوة، انه يهتم بحاسيس الناس ومشاعر الناس، لان دي نافذة على اراء الناس. ممكن اظن نفسي انني كويس، ولكن من خلال متابعة الاراء بشوف اللي بينقد ده نقده بناء ولا نقده هدام، هل هو محب أم حاقد. فأنا لا أبالي أبدا إذا رأيت الرأي فيه حقد أو استكسار نعمة أو مستكترين عليك ما وصلت إليه، فبعلم أن ده رأي لا 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 ليس قائم على علم ولا على معرفة ولا على دراسة. لكن إن وجدت أحد يقول رأي أو يقول معلومة أستفيد منها، فأنا بعتبر ده اسرع وسيله للتواصل بينك وبين المشاهدين. السوشيال ميديا عموما يعني، بس متابع. متابع. طب عاوزين نعرف ايه الحمله الممنهجه على القراء؟ ايه سببها؟ انا بعتبر ان الجماعه السلفيين اللي بيحرموا العزاءات، وان بيقولوا ان قراءه القران حرام، وان اي قارئ بالنسبه لهم هو راجل مبتدع، وإن الكلام ده ما كانش موجود في عهد النبي، في حربهم دايما على أهل القرآن شديدة جدا. شديدة. دايما بيقللوا من دور قارئ القرآن، مع أنه يحمل رسالة سامية ممكن يؤثر في الناس أكثر من خطيب على المنبر. القارئ ممكن يؤثر في الناس، مش ممكن، بالتأكيد يؤثر في الناس أكثر من الخطيب على المنبر. لأن حضرتك لما بتتكلم على المنبر أنت بتتكلم برأيك الشخصي، لكن أنا كقارئ للقرآن أنا ماليش كلام، أنا أبلغ كلام ربنا. بس أنت تضايق أو بتحزن لما تلاقي الحملة عليه على القراء؟ أنا بزعل جدا، لأن أولا لو اعتبرت في قارئ أخطأ أو أساء أو حدث منه موقف معين أو موقف لا أخلاقي، هل يستحق هذا التجريح وإن إن إن نمسكه نهين كرامته ونجعله أضحوكة بين الناس؟ ننبه عليه أو يعني أنا ما اكتبلوش حتى على 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 السوشيال ميديا، يعني إيه المانع إن أنا أبحث عن تليفون الشيخ وأتصل عليه، يا شيخ فلان الله يفتح عليك أنا متابع لك، ولكني يعني وجدت ثغرة أو شيء أحب أن أوصله إليك إنك تعمل كذا وكذا. استجاب
يبقى انت خدت ثواب النصيحة وانك حافظت على القارئ. لو ما استجابش ما استجابش، ربنا قال للرسول فذكر انما انت مذكر ها لست عليهم بمسيطر. حضرتك عاوز تفرض رأيك بالعافية عليا في اي منهج ده؟ ربنا قال للرسول ان عليك الا البلاغ، بلغ فقط، لكن مش هتسمع كلامي هبهدلك قدام الناس وهشرحك وعمل فيه ده كلام ده مش كلام ناس محبين للقرآن. فإن ما كنتش أنا أستحق الإكرام لنفسي فأكرمني من أجل القرآن، إن كنت أنا ما أستحقش الحب لشخصي فحبني من أجل القرآن. مش لازم إنك تكون يعني صليط اللسان أو متطاول على 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 عالم أو على قارئ أو على رجل أحسن في كثير من حياته فأخطأ في مرة نقول بقى كده ده زي الذبيحة اللي وقعت لازم نذبحها ونقطع من لحمها. لا، لحوم أهل العلم وأهل القرآن مسمومة، ما من أحد يمسها بسوء إلا ناله الله تبارك وتعالى بسيف القرآن. سعدنا بكم مع لقاء مع الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. انتظرونا بإذن الله كل يوم اثنين الساعة 10:30 صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده يكون الجزء الأول من حياتنا خلص. انتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني عن قناة الصحة والجمال الساعة 10:30 صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.